أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة يحل ضيفاً على برنامج ضيف الأسبوع. ما هي حصيلة العمل منذ تعيين جلالة الملك محمد السادس لأحمد رحو رئيساً لمجلس المنافسة في مارس 2021؟ ما هي مهام مجلس المنافسة وكيف يساهم في تنظيم الممارسة الحرة والعادلة وضمان الشفافية والعدالة في الاقتصاد الوطني؟ ما هي أبرز القرارات الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية؟ وكيف يتأثر الاقتصاد الوطني بالممارسات غير التنافسية؟ أسئلة وأخرى يطرحها نوفل العوامل على أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.